أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التضخم مشكلة تعاني منها الكثير من الدول، وهو ما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة. وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن مشكلة الديون صارت أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل. يمر العالم بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية وأيضا السياسية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو. أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج في تقديري إلى علاج شامل، ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.